أفرزت ثورة الشعب المصري في 25 من يناير و30 من يونيو واقعاً جديداً في جميع المجالات، خاصة المجالات السياسية والإعلامية. هذا الواقع الجديد يختلف عن الواقع الذي عاشه المجتمع المصري على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن. لقد ظل الإعلام المصري على مدى هذه الفترة الزمنية يعاني من سيطرة وهيمنة حكومية على مختلف المضامين التي تحملها الرسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، مما جعل الجماهير المصرية تتعامل مع خطاب إعلامي أحادي تصنعه الحكومة وتجمل به نفسها وأشخاصها. ما أحوجنا الآن في مرحلة بناء الدولة لأن نعيد ترتيب البيت وكذلك صياغة أنفسنا وأهدافنا، بما يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات الفترة القادمة، وبما يقربنا من تحقيق الأهداف التي لطالما حلمنا بها جميعاً لمصر وللمصريين. لقد فاتنا الكثير، وإنه قد أصبح علينا الآن أن نلم الشمل ونسارع في الخطى، وذلك من أجل تعويض كل ما فات على جميع المجالات والأصعدة، من أجل بناء مصر جديدة وديمقراطية. إن على جميع مؤسسات الإعلام المصري في هذه المرحلة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو حزبية أو مستقلة، أن تتكاتف فيما بينها من أجل المصلحة العامة المصرية وليس لمصلحة فئة أو جماعة أو فرد ما، وإنما يكون هدفها هو كيف ندعم الممارسة الديمقراطية في مناخ صحي، وكذلك تنمية روح المشاركة عند جميع المواطنين. نرجع مرة تانية نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. طبعا احنا في الفترة الأخيرة اشتكينا بشكل كبير جدا ان في بعض القنوات الغير حيادية بشكل كبير، وما بتكلمش هنا ان هي حيادية انها بتقول الشيء والعكس او يعني الجانب والجانب الآخر من الصورة، لا، في بعض القنوات بتفتري بشكل كبير قوي على الصورة. في بعض القنوات بنلاقي او حتى كمان بعض الوكالات الانباء بتطلع اخبار مغلوطة وبتأخذ وبيتم الترويج ليها، وهنا كلنا لازم نقف نقول احنا عايزين دلوقتي نتكلم على ان المواطن المصري ما يتلعبش بدماغه. احنا تلعب بدماغنا بشكل كبير قوي في فترة ما من بعض الاعلاميين، بعض القنوات وبعض البرامج. احنا وصلنا لمرحلة ان احنا عايزين دلوقتي احنا اللي نحكم على الصورة، محدش يديني حكم مسبق او يديني صورة مغلوطة ويقول لي هي ده الواقع او هي دي الحقيقة. فهنا كان في مبادرة، وهي مبادرة حركة الاعلام المصري ضد التضليل، تبناها مجموعة من شباب الاعلاميين، وطبعا لازم انها تتنشر بشكل كبير او بشكل اوسع لكل المواطنين وكل الاعلاميين، لان من هنا هنقدر نقول ان احنا واقفين على بداية الطريق الصحيح، بنقدم اعلام محترم للمواطنين وهم ليهم الحق في ان هم يحكموا على الاشياء. سعدنا النهارده ان احنا نلتقي مع الاعلامي الاستاذ خالد عبد اللطيف ونعرف تفاصيل اكتر عن هذه المبادره. صباح الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ استاذ خالد. يعني خلينا نبتدي بالفكره، جت ازاي؟ جميل. الفكره انا كنت في فتره السنوات اللي فاتت يعني عايش في الخليج واشتغل في الخليج، وعارف استاذ حاتم اللي في الخارج مصر ما بيبقاش زي اللي بداخل مصر، يعني اللي بيبقى دايما عايش في بره مصر بيبقى التاثير عليه اكبر شويه. وانا طبعا التاثير مش عليا انا، انا بتكلم على المواطنين العاديين. انا عندي الحمد لله فكر، وعندي الحمد لله ثقافه، ومتابعين الاحداث ومتابعين الرؤى المختلفه وفاهمين ايه اللي بيحصل في البلد بالظبط. يعني حتى الواحد يعني بصفه الواحد محلل سياسي وكده فاهم اللي بيحصل في البلد يعني، لكن العوام من المواطنين والناس المحترمين اللي خارج مصر التاثير عليهم بيبقى قوي، وخاصة انه مش شايف البلد ومش شايف الاستقرار ومش شايف التطور اللي حاصل في البلد. فده كان البداية انه انا حسيت انه المواطنين المصريين، ودول يعني عدد كبير من المصريين لازم نحترم العدد بتاعهم لان عددهم بالملايين ولهم اسر داخل مصر، الناس دي لازم تكون في الاهتمام، بالاضافة طبعا للمصريين.
انا عاوز اقول لحضرتك استاذ حاتم استاذه هند انه اعتدنا في العقود القديمه والسنوات اللي يعني نقول القديمه انه في الحروب كان في شكل معين من الحروب اللي هو الحرب المباشره والحرب بعد كده الحرب الاقتصاديه وبعد كده قلنا الحرب المعلوماتيه. انا عاوز اقول لحضرتك انه في الوقت الحالي اذا جاز لي ان انا اقول انه الحرب بقت حرب اعلام صحيح. وانه انا شايف انه الاعلام بقى سلاح كبير جدا في لعبه المخابرات ولعبه الدول الكبيره والاقليميه, وده كلام مش تحليلي, انا شايف انه هو كلام حتى كبار المحللين وكبار الناس اللي بتفهم في السياسه وبتفهم في الاستراتيجيه, انه الاعلام اصبح وسيله مهمه جدا في لعبه المخابرات. حضرتك والاستاذه هند وانا وكلنا درسنا في الاعلام انه الاعلام ليه رساله, رسائل كتيره, رسائل ترفيهيه, رسائل ثقافيه تنويريه, رسائل كتيره, لكن انه عمره ما كان الاعلام ليه رساله من رسائل الافتراء والتحريض. اللي بيحصل النهارده هي مدرسه, عارف حاتم استاذه هند, هي مدرسه يعني بدات من عده سنوات, كانت نقول الايه المدرسه الكبيره فيها هي قناه الجزيره, ويعني احنا حاليا يعني في تطور في العلاقات ما بين مصر وقطر, نامل ان هو يكون للخير وللتطور وللاحسن بمشيئه الله, لكن في علامه استفهام. يعني احنا النهارده لما في تطور حاصل في العلاقات القطريه المصريه, ليه يعني جزيره مصر مباشر ليه وقفوها؟ في علامه استفهام, كان ممكن جدا تستمر وتغير اللهجه وتغير الرؤيه اللي كانت بتبثها للشعب المصري. يعني انا قعدت 3 4 سنين ابث شكل معين من الافتراءات والاكاذيب والتضليل والكلام ده كله, اذا لما انا النهارده اصحصح لنفسي كده واحس ان انا اخطات والسياسه بتقول لا ده الرئيس السيسي الرئيس الشرعي للبلاد, وانه النظام القائم في مصر نظام شرعي وجاي من يعني غطاء شعبي وما الى ذلك, طب خلاص غير لهجتك غير اسلوبك. لكن انا وقفت هنا, ده بيخلينا نقول يعني ممكن تبقى دبل مسج او يعني مسج مغلوطه في بعض الاحيان. احنا بنعمل خير والايام هي اللي هتجي طبعا اللي جاي ان شاء الله, ولكن فكره انها تقف ممكن ان هي تستغل بعد كده لو لا قدر الله في سوء نيه ضد مصر ترجع تاني, ان لا دي اتوقفت واحنا هو بنرجعها تاني, وده يعني دليل انا مش عايزه اسبق بقى بالظبط احنا بنعمل خير دايما, بنعمل ان يبقى في خير ان شاء الله. الاستطراد للموضوع في السياق نفسه, عاوز اقول لحضرتك انه في مجموعه من القنوات انا بدات اشوفها عشان انا كمحلل اشوف ايه اللي بيحصل. يعني لقيت رساله استاذ حياتي استاذ هند, رساله غريبه, يعني رساله ما فيهاش اي هدف الا التحريض, الا رساله توجيه رساله للشعب المصري, وانت عارف ان الشعب المصري في كتير جدا من الاميين والناس البسطاء اهالينا في الارياف وفي الصعيد, فانت عندك بتوجه رساله تخص الدين, تخص ازهارك المؤسسه الدينيه المحترمه, تخص المؤسسه العسكريه المحترمه, مؤسسه القضاء المحترمه, رساله تحريضيه مصنوعه باحكام بشكل غريب جدا, يعني لا يمكن ان هي تكون رساله تحريضيه, صناعه مخابراتيه, واحنا عارفين ان ده مش اسرار انه احنا مصر مستهدفه, مصر مستهدفه من القوى الدوليه والقوى الاقليميه, وانت عارف النهارده بنتكلم بصراحه عن الدور القطري والدور التركي. الدور القطري فيه تطور, نامل ان هو يكون للتطور الاحسن والكلام ده كله, وينم عن يعني حس سياسي عميق للقياده السياسيه الحكيمه في مصر الان. هي دي الفكره, انه احنا فكرتنا مبادرتنا الاعلام المصريه لمناهضه التضليل هي فكرتها يا استاذ حاتم استاذه هند, انه احنا بنقول للشعب المصري ان انتوا حقكم علينا, احنا كشباب اعلاميين وكبار الاعلاميين اللي ينضموا للفكره, ان انتوا حقكم علينا ان احنا نوضح لكم تلك الاكاذيب والافتراءات. وعلى فكره هي كميه من الاكاذيب والافتراءات اللي تتعلق بنواحي الحياه المختلفه كميه لا يعني لا حصر لها. يعني عارف حضرتك انا يمكن ذكرت ده في عده لقاءات, انه لما بيجي يتكلم عن الجيش المصري في هذه الرساله بيتكلم بطريقه بتصنع عندك يعني ايمج او رساله او خلفيه ذهنيه سيئه جدا. يعني عاوز يوصل لك مثلا على سبيل المثال, وقلت ده قبل كده, ان هو في احد الخبراء الاستراتيجيين بتوعهم في احدى القنوات بيتكلم عن الجيش المصري, عاوز يوصلني انه حرب 73 ما فيهاش انتصار للشعب المصري, دي كارثه, وما نستقلش بالرسائل دي, لان الرسائل دي على تراكمها وعلى تعدادها بتعمل تصور. استاذ خالد انا عايز اقول لحضرتك حاجه, احنا دايما بيبقى لينا رد فعل, احنا ما بيبقاش لينا فعل, يعني زي ما حضرتك بتقول لو في بيخلقوا صوره سلبيه فاحنا لازم يبقى عندنا كاونتر اجنده ان احنا نقدم بيها الصوره الايجابيه. مزبوط. ونقدم بيها الشكل الاخر. يعني احنا مثلا خليني اخد صوره الجندي اللي في الجيش الامريكي, تمام. اول ما
بتشوف بتترسم في مخك صوره. مزبوط. الصوره ديت مرسومه من الافلام، مرسومه من الترويج، مرسومه من حاجات كتيره جدا. مزبوط. احنا ما اشتغلناش على النقطه ديت من سنين فاتت. انت قولي لنا الصوره دي ايه؟ ان هو البطل المبطل المبطل اللي واقف اللي اتعمل عليه افلام وواو وما حصلش على فكره. على فكره يدخل يجيب اي حد من اي حته ويطلع. ده كل دي صناعه. طيب. صناعه بالمناسبه صناعة. انت اثرت نقطه في غايه الاهميه. احنا يعني انت اثرت صوره الجند الامريكي والصوره الذهنيه عنه. احنا في مصر مفيش جدل انه انا وحضرتك صحيح احنا ماشيين مع القوى السياسيه الحاليه في البلد وبنحترمها وبنقدر المجهود اللي مبذول على ارض الواقع. وحضرتك في المقدمه اتكلمتي على انه البورصه المصريه رقم واحد على مستوى العالم في 2014 في مؤشر. ده مش جاي من عندي ولا من عند حضرتك ولا من عند الاستاذ حاتم. ده جاي من يعني منظمات دوليه وتقييم دولي تحليل انه البورصه المصريه بتمثل المؤشر الاعلى. عاوز اقول لحضرتك انه مصر يعني انا جاي مصر بقالي 25 يوم، كنت بعيد شويه عن مصر. انا عاوز اشوف، اقول لك انه الامن، الاستقرار، الحاله الاقتصاديه، حاله المواطن، حاله الامان. يعني احنا عشنا سنوات بعد ثوره 25 يناير، سنوات من الضياع، ضياع اقتصادي، ضياع امني، ضياع للحاله النفسيه المصريه. استاذه هند، استاذ حاتم، احنا في الفتره بتاعه حكم الاسلام السياسي، وانا يعني فاكر هذه الفتره جيدا. انا عاوز اقول لك انك انت كنت بتمشي في مصر، مش دي مصر الجميله اللي احنا بنتكلم عنها. يعني حضرتك لو قاعد على نفس الاستوديو في نفس المنطقه في فتره حكم الاسلام السياسي، مش دي مصر، ولا دي سما مصر، ولا دي ارض مصر. لما كنت بتبص على التلفزيون المصري وتشوف رئيس مصر، ده مش رئيس مصر، دي مش مصر. وأنا كنت يعني واخده بالك في غمامه كده. فتصديقا لكلامك انه احنا كمصريين كلنا عندنا رؤيه انه الجيش المصري جيش وطني، والجيش الوطني ده مش النهارده، مش تاريخ ما بعد ثوره حتى 52. لا. هو جيش مصري من احمد عرابي، مصطفى كامل، كل تاريخ المصري من ايام الفراعنه. يعني احنا جيش وطني. جيش وطني بمعنى ايه؟ جيش وطني انه هو الهدف بتاع الجيش ده هو مصر، هو الشعب، هو مش الحاكم على فكره. والدليل على كده انه لما جه واحد زي مبارك مثلا وقامت عليه ثوره، الجيش المصري ما وقفش قدام بطل من ابطاله في 73. قال لك لا، انا هقف مع الشعب. لما جه في 30/6 للناس القنوات اللي بتسميها انقلاب، مش عارف انقلاب ازاي. يعني انا نفسي اشوف. يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بره مصر في الفتره ديت. ايه الجمال ده، ان طلوع وخروج الشعب المصري فاق بكتير جدا ثوره 25 يناير، فاق بكتير جدا ثوره 25 يناير. انا عاوز اقول لك ان الشعب المصري في 30/6 عمل بانوراما يعني ما شفناهاش على مستوى العالم. كتير دول بتعمل ثورات، كتير دول بتعمل مظاهرات، كتير دول بالظبط. فعاوزه تقولي لي ان ده انقلاب ازاي؟ انقلاب يعني ما هو الجيش المصري مصريين يعني برضه طبعا على المارينز واصولهم. ايه هتلاقي اللي من هنا واللي من هنا واللي من هنا، مش كلهم يعني من مكان واحد. ما احنا جيشنا من الجيش المصري. يعني استاذ حاتم، اخوك واخويا وابويا. الجيش المصري بيمثل الشعب المصري. انت كل بيت فيه عسكري مصري. معلش خليني اقول لحضرتك حاجه، مش قصدي على النقطه دي. انا قصدي على انه بتصنع صوره معينه بتصدر للاطفال من وهم صغيرين، بيكبروا عليها، بيستمروا مع بعض. صحيح على صحيح. احنا ما بنصدرش صوره. احنا لما بنيجي نعمل انتاج مثلا عن الجيش المصري او الجنود المصريين، بيبقى في مناسبات 6 اكتوبر. صحيح. طول صحيح. شهر 6 اكتوبر مناسبات مثلا معينه تحديدا. يا اما تدخل الدوله في انتاج هذا العمل. لا، لكن في امريكا في فرايتي كبيره جدا من المنتجين، شركات الانتاج اللي بتعمل. عمرو رمزي ما كان معانا في اول يوم، قال لك ايه بالزبط. عامل فيلم ان هو عسكري، مش عايز احرقه يعني، لكن اهو اهو لسه اتحرك. كلام حضرتك بتسيل نقطه مهمه جدا اللي هي صناعه يعني الصوره الذهنيه للمواطن عند حاجات كتير قوي. انت عارفه يا استاذه هند، الشعب المصري احنا عندنا فقر شويه في الانتاج. انا مش عندنا فقر في الانتاج. خليني اقول لحضرتك، الانتاج الموجه ده بنجري وراء المكسب المادي فقط لا غير. لكن احنا مش بنبص الصوره يعني عامله ازاي. بالظبط بالظبط. الجانب الحلو بقى يا استاذ حاتم، انت عندك النهارده، انت عندك التاريخ المصري مليء بالنقاط المضيئه في كل عقوده. انت عندك النهارده، انت في فقر في في في, في الافلام التاريخيه اللي بتمثل ادوار المصريين في ضد الاحتلال. أيوة. ضد يعني مفاهيم كتيره غلط. عندك كميه امثله يحتذى بها من هنا. ده صحيح. ده يا جماعه ما فيناش حد نتكلم والله عنه. هي في المبادره احنا رؤيتنا مش تحيز. احنا بنقول ان احنا لازم نوضح الصوره. احنا كشباب اعلاميين
لانه الشباب كمان الاعلاميين عليهم دور مهم جدا ان هو يعني هو اللي متعايش الاعلامي بقدر الامكان هو عنده نوع من المصادر فاهم اللي بيحصل في البلد قوي. يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا مش متحيزين للنظام القائم تحيز اعمى بالمناسبه، بالعكس النظام القائم لو في اي سياسات خطا او الكلام ده كله احنا اول ناس هنتكلم على انه ده غلط. ومن هذه النقطه انا عاوز اقول انه من اهداف المبادره يا استاذ حاتم انه حتى اللي هم بيسموهم الاعلاميين اللي هم مع النظام اللي هم المؤيدين احنا برضو ضد التضليل، بمعنى ضد التطبيل. يعني الاعلام اللي بيطبل انا ما يلزمنيش. انا عاوز الاعلام المحترم زي حضرتك، الاعلاميه المحترمه زي حضرتك اللي هي بتوجه رساله هادفه للمواطن. مش عيب ان احنا ننقد الحكومه، ده شيء طبيعي. ولذلك ولما بيجيدوا بنقول الله، ولذلك لما بيخطئوا بنقول احنا بنقول ان القنوات دي مش معارضه. يعني انا مع المعارضه الشرعيه المحترمه اللي هي بتمثل الشيء الطبيعي في كل العالم، يعني والهدفة اللي انا غلط في كده وصحته بالطريقه دي بالظبط. طيب احنا الوقت جري بسرعه استاذ خالد، احنا متابعينكم على الفيسبوك وانتم معانا على الصفحه بتاعتنا مصر جميله. تمام. هنفضل معاكم وعايزين بقى يعني لما تتم المبادره تعلن رسميا وتعملوا في مؤتمر صحفي ان شاء الله في شهر يناير. يعني هنعمله ان شاء الله، بنحاول نعمله، نحاول ان شاء الله يكون في نقابه صحفيين في مكان معروف لكل الاعلاميين. المبادره انا عاوز اقول لك يا استاذ حاتم ان هي لقت في اوائل، احنا بقى لنا فتره صغيره بتاع اسبوعين او ثلاث اسابيع او اقل، لقت رواج كبير جدا وخاصه من شباب الاعلاميين. الشباب المصري على فكره شباب واعي جدا، والبلد دي على فكره في ناس كتير قوي بتخاف عليها. يعني انا عاوز اقول لك انه الاعلاميين بالمناسبه، معلش قبل النهايه، الاعلاميين اللي في القنوات دي الاعلاميين اللي في البلاد ديت اي حرب او اي عدو بيبحث عن عناصر داخل البلد. فالاعلاميين دول مش اعلاميين، هم دول على فكره بنسموهم انا في وجهه نظري جواسيس على البلد. صحيح ده حقيقي. استاذ خالد عبد اللطيف احنا بنشكر حضرتك، للاسف الوقت جري بسرعه. الله يخليك. شكرا الله يخليك. واهلا بيك معانا في مصر. فرصه سعيده قوي ومصر جميله بيكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع مع حضراتكم وجراما فور.